في المايك ده الفاشن وتقولوا له صفحه سيريا. انا عندي مشكله كبيره جدا بتقابلني في المايك ده الفاشن ان العيان ممكن لا سمح الله يموت صديق او ممكن العيان يموت ليدر. مشكله كبيره بتقابلني صفحه الفاشن اللي بتاعتي اس يعني بيقول ان اس انهبيتور ليه ضلع كبير جدا في الفاكشن ودوره مهم جدا في الناس دي طبعا بامر لا متموتش. ابسط الايمان يعني اضعف الايمان ان ليه تكون هو اللي بيحصل مع حضرتك لما عندك جرح في القلب يبتدي بعد كده يلم الفايبرس تيشو صح؟ هو جرح القلب ده مين بيسخن عليه؟ مقدس مين؟ انا غلطان هو مين اللي بيعمل لي فايبوزس في القلب؟ وبالتالي الموضوع ده لو انت سبته وسبت الجرح ده عرضه وفريسه للاندوستيرون هيبقى كل فايبرس تيشو. هتجي الحته البايظه اللي كانت قد الصباع الصغير ما هتفرش. هتجي قلبك بعد كده يبوظ يعني الليتر بون اللي عنده الفاكشن ده هيخش مني فرق فيه اكيد نتيجه ان قلبه هيبوظ. مين اللي هيبوظه لك؟ سمعوني ان عندك جرح بيحصل له هيلينج والفايبرس تيشو انديوزد بالماده اللعينه اللي انت بتمنعها بالدواء. إذا الدواء ده دوره مهم إنك ما تموتش بعد كده. إن شاء الله. طب سوق دلوقتي أنا بموت ليه دلوقتي؟ لا سمح الله في الإنفكشن. اللي بيجي له الإنفكشن ده أكتر إنسان عنده ستريس وأنا كنت قلت الكلام ده ومرعوب وعنده ورع وعنده سمباثيك. السمباثيك دي بتعمل له إيه ضربات القلب سمعوني؟ تك 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 يعني هبوط حد في الطور الدموي. مش حضرتك السمباثيك الكتير ده يخليني ما أعرفش أملى دم؟ مش انتوا ناس كبار بقى مش السمباثيتك ده عامل لي تاكي كاردي انا يا دوبك ما فيش اي فيلينج وبالتالي هوب هبوط حد في الدوره الدمويه ادي موت هو كده كده عامل ايه في السمباثيتك؟ ردوا علي هو داخل عامل ايه في السمباثيتك؟ ما هو قافل النور بريفرنس سنترال وبريفرنس. مش بس كده هو انا لما يكون عندي سمباثيتك مش البوتاسيوم ما هيبتدي يتشفط جوه العضلات فيحصل لي هايبوكاليميا تعمل لي اريزميا تخلص عليها بطريقه ثانيه؟ فيقول لك اللي عنده انفكشن ده غلبان تحس انه بيتلطش لو ما عداش من الالم الاولاني هيخبط فيه الالم الثاني. الالم الاولاني ان عنده ضربات القلب عاليه جدا العلو في ضربات القلب هيعمل له هبوط حد في الدوره الدمويه عدى منها. الحاجه الثانيه ان السمباثيتك العالي اللي بيتم ساعه الانفكشن بيدخل البوتاسيوم جوه الدواء ده بيرفع البوتاسيوم مش الدواء ده بيؤدي الى لوس اوف صوديوم وبيريتين البوتاسيوم. مش انت خايف من البوتاسيوم اللي بيوطى انا هرفعه لك. مش انت خايف من السمباثيتك اللي بيزيد انا هلمه لك. مش انت خايف من الفايبروزيس اللي ممكن يتملك من قلبك انا هحميك منه. اذا دوره في الانفكشن مش ايرلي بس دوره في الانفكشن ايرلي اند ليت. ولو تتذكروا اخر صفحه انجينا قلت لكم هناخدها مع الايس انهبيتور فاكرين كده حاجه في الانجينا كان في صفحه كده اللي هي قبل الرسمه بتاعه القلب كان في جزئيه مهمه جدا يقول لك دوره في الانفكشن ايه؟ دوره في انفكشن هل فقط اثناء المشكله ولا بعد كده؟ وانت فاكر لما تعيش بقلب فيه انفكشن قلبك كده هيبقى خلاص يعني الحته دي بس اللي باظت اللي هتفرش. هتفرش ليه؟ اتفضل اقرا دوره في الانفكشن لازم سعادتك تقسمهولي الى ايرلي ردوا علينا ها وليت وبندور على دول في اجابتك. ايرلي بيحميك من السادن ديس اللي بيحصل لك من التاكي كارديا او من الاريزمي. التاكي كارديا بتعمل هبوط في الدوره الدمويه والاريزميا هتخلي قلبك مش عارف يضخ دم. الاثنين مصيبه. اتفضل. وكمان عندك هايبوكاليميا ليه دي؟ مش السمباثيتك لما بيزيد بيعمل بوتاسيوم ابتيك يا راجل في الليفر وفي المصل. مش كنا بنقول البوتاسيوم بيخش في العضلات يجي لي تريمور؟ انا مش هترعش ساعه الانفكشن ده انا شايف عزرائيل جاي على الباب. ده بيبقى مرعوب. ده مش عارف هيقول ايه لربنا مش عارف هيسيب عياله لمين مش عارف هيسيب مستقبله لمين فجاه كده شريط حياته بيدور قدام عينه وبالتالي في اقصى درجات السمباثيتك في اللحظه دي ليتر اون بتجد حضرتك ان هو بيلم الالدوستيرون اللي مسؤول عن الريموديلنج اللي مش هيسيب لك قلبك غير بفشل بعد كده ان قلبك هيبقى حته دهنه بعد كده نقلب الصفحه وحش يا ايس انهبيتور حد يقول لي وحشته جت فين؟ حد يقول لي كده الادفيرز افكت بتاعته عشان اتجنب الادفيرز افكت ده في العرب اللي جاي بعديه ها؟ الكف اللي بتحصل بنسبه 30% دي بتخليك تكره الدواء في بعض الناس بتمشي معاها بس يقول لك انا مش قادر اتكلم يعني انا بدي محاضره دلوقتي مش عارف اكمل كل شويه تلاقيني بكح حاجه كاتمه على نفسي الانجيو ديما مميته صح؟
البريجنسي دي ممكن اتجنبها، ما هو انت لو واحده حامل بلاش تاخده، وراجل مش هيفرق معاه حاجه. التست يعني ماشي، مفيش مشاكل في التست يعني ممكن اتحمله. البون مارو ديبريشن يا رب ما يحصلش. الرينال امبيرمنت انا ما عنديش رينال هايبوبرفيوجن. اللي حد يفكرني هو ليه الهايبوبرفيوجن كان ممكن يعمل لي رينال امبيرمنت ورينال شات داون؟ فهمني الرينال هايبوبرفيوجن بيعمل ريفلكس شكله ايه؟ افرنت مفتوح وافرنت مقفول. العيال دي ما تاخدش اسبرين في شابتر نان سترويدال ولا كابتوبريل النهارده، لان بالنسبه لهم الاسن الانجيوتنسين 2 نعمه متشعلقين فيها، على عكس مريض الديابيتس والهايبر. شوف انا بعيدها 500 مره عشان سعادتك تفهمها مش تحفظها. عايزين نعمل عرب ليه؟ وفي راي حضرتك بدل ما نقفل الليفل بتاع الانزيم، قال لك وانت متضايق من الانزيم في ايه؟ ما تسيب الانزيم يشتغل. اصل لو الانزيم سبته يشتغل هيكسر مين؟ خلاص مفيش كحه ولا ايه؟ هو انت ايه اللي مضايقك، الانزيم ولا الريسبتور؟ رد عليا، هو انا الانزيم مضايقني في ايه؟ مش الانزيم هو اللي بيؤدي للماده دي اللي بتحفز الريسبتور ده؟ طب ما تيجي تقفل الريسبتور ده، ما تنزل على الليفل بتاع الريسبتور. تعالى كده معايا لو نزلنا على انجيوتنسين ريسبتور بلوكر ARB، انت كده هتقفل انهي ريسبتور يا فندم؟ سامعوني 81 ولا 2؟ حد فيكم واخد باله ان في حاجه اسمها 2؟ 82 دي من اول الحصه عماله تشاور لنا ما حدش واخد باله منها. يا اخي ال 81 زغلالي في عينينا، ممكن يبقى فيه ريسبتور غلبانه مستنياك وبنت حلال، بس الاضواء واخده عينيك وباصص على 81. طب يا اخي ما تقفل 81 وتجرب حظك مع مين؟ سامعوني، وتجرب حظك مع 82، ستجد ما يسرك ان شاء الله. تقدر تقولي لما قفلت 81 ابتديت اظهر شغل مين؟ ال 82 دي بتعمل ايه؟ تقول لك تعالى بس جربني. امسك بقى ال 82 لقيناها بتعمل بازو دايلاتيشن. يا راجل ولا حد كان يعرف. ده حاجه حلوه. لا دي كمان ضد الفايبروزس. يا سلام، انا احبك يا 82. سبحان الله، بقى لي كام سنه باصص على 81 ومش واخد بالي، مزغلل عليا. يبقى اول ادفانتج ظهر لما قفلت الريسبتور ايه؟ رد عليا، اول ادفانتج ظهر لما قفلت الريسبتور وسبت الانزيم ان انا اظهرت شغل مين؟ ريسبتور محدش كان بيفكر يتكلم عنها. وجدنا بصراحه انها وفت وكفت، عملت دايلاتيشن حنين كده على قدها، وعملت شويه ضد فايبروزيس افكت. طب ايه تاني؟ سعادتك لما قفلت الريسبتور سبت مين يشتغل؟ هترد علينا، سبت الاس يشتغل. فلما الاس يشتغل كسرت مين؟ كسرت البراديكايين، فما عادش فيه كحه ولا حساسيه. حلو، خلصت من الكحه اللي بتحصل مع 30%. ايه تاني؟ تخيلوا بقى ان هقول لكم على معلومه كانت مفاجاه بالنسبه لنا في 2009. كنا بنقفل الاس يا جماعه، وبالرغم ان احنا بنقفل الاس نجد الانجيوتنس 2 موجوده في الدم. ايه الجنان ده بقى؟ هو في عفاريت ولا ايه؟ بنقفل مين؟ سمعوني، نقفل الاس اللي هو المصدر الرئيسي لتصنيع مين؟ الانجيوتنسين 2. نلاقي بعد مرور سنه سنتين الانجيوتنسين 2 موجود في الدم وبيشاور لنا وبيطلع لنا لسانه. ايه اللي جابه ده؟ طلع ان الانجيوتنسين 2 بيجي من انزيم ثاني اسمه كايميز. يا دي النيله. ايه الكايميز ده؟ باس واي اسمه كاينوجين بيمشي فيه ويطلع لي انجيوتنسين 2. قال لك اقفل الكايميز. لقينا انجيوتنسين 2 ثاني جاي من انزيم اسمه جن ازرائيز. فنقفل هنعمل ايه؟ ما احنا هنقعد جن ازرق. طب انا اعمل ايه؟ وانا اقعد اجري وراه؟ انا اقعد اجري وراه؟ انا مش هخلص. قال لك يا عم سيبه، والباب اللي يجي لك منه الانجيوتنسين 2 سد وانت مرتاح. يبقى بدل ما تقعد تجري على الانجيوتنسين 2 روح استنى عند مين؟ يبقى ايه رايك؟ يقول لك قفله الريسبتور بتمنع الاكشن اوف انجيوتنسين 2 وات ايفر اتس سورس. الكلام الكبير ده يعني ايه وات ايفر اتس سورس؟ يعني ايه يعني وات ايفر؟ هو جاي من ايه؟ جاي من ايس. ما انت تقفله الايس ده عامل زي البورس، تقطع له ديل يشتغل لك تاني. فاهمين حاجه؟ طيب ايه تاني؟ يبقى لغايه دلوقتي يقولوا لي ايه الادفانتج بتاعت العرب على الايس انهبيتور؟ حد يعبرني ايه الادفانتج بتاعت، هي العرب بتشتغل على ليفل الانزيم ولا ليفل الريسبتور؟ انهي ريسبتور اللي عايز اقفله؟ ال 81. فلما قفلنا 81 اظهرنا الحلاوه بتاعت ال 82. حلو.
لما قفلنا الاي تي 1 سيبنا الاس تشتغل صح، ولما الاس اشتغلت كسرت مين؟ فما عادش فيه كح. ولما حضرتك قفلت الريسبتور انت كده ضمنت ان الانجيوتنسين 2 مش عارف يعمل انفكت واتفر، هو جاي من انهي داهيه، جاي لي من ايز، جاي لي من كاينيز، جاي من اي حته انا قافله. ايه تاني؟ انت عملت مشكله كبيره جدا لما حرمت الكيدني من الانجيوتنسين 2. هو انت لما جيت قفلت الايز مين اللي هيزعل؟ هو مين اللي مطلع الكلام ده كله؟ الكيدني. الكيدني بتطلع الرينين وبتقعد تلاحظ الاحداث اللي بتجري. ادي الكيدني اهي، بتقعد تبص بصه غريبه كده. بص حضرتك الكيدني بصه ازاي؟ يا نهار ابيض. بتتابع الاحداث. ايه الاحداث؟ بتطلع رينن عشان في الاخر تلاقي مين في الشارع قدامها؟ الانجيوتنسين. تطلع رينن تدخله ابتدائي، تدخله اعدادي وثانوي وتفرح بالانجيوتنسين. تعالى حضرتك خد اس انهبيتور هتضيع املها. ليه؟ لانك هتخلي الكيدني بتصنع انجيوتنسين 2 ولا ما تصنعش؟ وكمان لا بتصنع انجيوتنسين 2 ولا الدوستيرون. تقول يا نهار ابيض انت بتغلس عليا. طب والله لا طلع لك رينن تاني. تقفل تغلس عليها تطلع لك رينين ثالث لغايه ما غصب عنك كدواء تفوت ويحصل لك اسكيب. ما تغلسي على جلاند، ما تغلسي على اورجن، الاورجن هينتصر في الاخر. عارفين لو عندي ثايرويد جلاند وجيت منعت التي 3 والتي 4 ان هم يخرجوا منها، هتدخل لك يود اكتر وتعمل تي 3 وتي 4 ويطلعوا غصب عنك. ما تجيش على اورجن بيفرز ترانسميتر وتيجي تسد الترانسميتر، هيتصرف ويغلس ويطلع لك الترانسميتر غصب عنك ويقعد يتريق عليك كمان. فبالتالي سعادتك لما قفلت هنا انت غلست على مين؟ فرد عليك. لما قفلت هنا خليت الكيدني تستفز فبقت بتفرز ايه اكتر؟ يصنع انجيوتنسين 2 غصب عنك. لكن انا دلوقتي لما قفلت الريسبتور هل حسستها بحاجه؟ انا سايب عيالها قدامها تبص من البلكونه تلاقيهم بيلعبوا في الشارع تطمن عليهم. انا ما منعتهاش من حاجه. وبالتالي هل حضرتك هتستفز حد؟ ابدا. اقرا معايا الادفانتج. عندي 4 ادفانتج للدواء ده مهمين جدا كشورت اسي. الادفانتج ان ما فيهوش اسكيب. الاس انهيبيتور بيفوت، بيفوت لان الكيدني بتزعل. الاس انهيبيتور ممكن يفوت لان الاس بيتكون من اماكن تانية. الاس انهيبيتور مصاحب بكح. حد فاهم حاجه؟ نقرا مع بعض الادفانتج لو سمحت. بص معايا الادفانتج بتاعت هذه المجموعه بالمقارنه بمجموعه الاس انهيبيتور القديمه. رقم 1 مفيش زياده برادكاينين فمفيش كح. رقم 2 حضرتك بتظهر المحادثه العلميه لو سمحت اخلصه بعدين كده. رقم 2 سعادتك بتظهر تاثير الاي تي 2 اللي هي بتعمل شويه ايه سمعوني هاف دايلاتيشن وشويه انتي فايبروزس. رقم 3 مفيش فيدباك ريليز اوف رينين. يعني ايه الجمله دي؟ يعني حضرتك لما كنت بتقطع الانجيوتنسين 2 كنت بتخلي مين يطلع رينين؟ الكيدني يطلع رينين اكتر. رقم 4 بتقلل الانجيوتنسين 2 وتفر هو جاي لك من انهي حته. وصلت؟ بس طبعا فيها عيوب. حد لاحظ عيوبها؟ حد لاحظ عيوبها؟ ان انت ضيعت الدراع ده، في دراع اتقطع. مش انت الاول كنت فرحان ان انت بتعملي دايلاتيشن بدراعين؟ هعملهم برضك بس المره دي تم استبدال الدراع ده بالدراع ده. صح؟ مش انت الاول كنت بتعمل دايلاتيشن بالبرادي كاينين؟ انت ضيعت دي وعوضتها بمين؟ بالاي تي 2. بس يعني تقريبا ما فيهاش ديس ادفانتج قوي. نقرا كده مع بعض. من الديس ادفانتج بتاعتها ان حضرتك فقدت ايه؟ سمعوني، فقدت الفازو دايليب. على فكره الفازو دايليب افكت في برادي كاينين كان قوي واضح يعني، فانت فقدته يعني. مش مشكله، مش مطلوب قوي يعني. انا كده كده كفايه عليا نقص الانجيوتنسين اكشن. الادويه دي ادويه واخده جروب السرطان. يعني حضرتك اي دواء يجي لك في الامتحان ينتهي بكلمه سرطان يبقى هي المجموعه دي. طبعا على راسهم البالزرتان. البالزرتان ده وطلع عليه برضه اشاعات انه بيعمل كانسر الفتره اللي فاتت واتسحب شويه من السوق ورجع تاني زي الرانتيدين كده. ودلوقتي بيقولوا الدواء بتاع السكر اللي هو الميتفورمين دي على فكره ممكن جدا تبقى حرب ادويه مع بعض، حرب شركات ادويه. لما بينزل دواء جديد يعالج الديابيتس ويكون سعره غالي في بعض الشركات تقوم مسربه خبر كده يقول لك احتمال يبقى كارسينوجينيك عشان الناس تقول ايه ده كارسينوجينيك محدش ياخده ويبتدوا يشتروا الغالي. ممكن جدا تبقى حرب.
الرانتيدين عملوا نفس الحركه، لان في نفس الاسبوع كان طالع دواء غالي جدا لعلاج البيبتيكابس، وطلعوا اشعه الرانتيدين اللي هو الزنتاج حبيب المصريين، وفي الاخر الناس وقفته ورجعوا له تاني اخر حاجه ماله يعني زي الفل وشغال بياخدوه. نفس الكلام بيتضرب دلوقتي دواء مشهور جدا اسمه سيدوفاج، ما اعرفش سمعته عنه، من اشهر ده، في ناس بتاخده للتخسيس، بتلعب اللعبه دي لان في مجموعه جديده ابتدت تنزل السوق العلبه فيها ب 230 جنيه وهو بيعمل نفس الايفكت تقريبا ب 50 60 جنيه، ففرق كبير في السعر. فخلي بالكم الموضوع بتبقى فيه نوايا مش طيبه كل مره، مش كل حاجه تقراها ان الدواء ده بوتنشال كارسينوجينيك يبقى خلاص مش هاخده، اقرا البيبر وافهم ايه اللي فيه عيب، لان ممكن تبقى مركبات موجوده في الاكل والشرب وكلنا ناكل. طيب نرجع للذاكره تاني اتفضل. هو العرب ده كده طبعا واغلى بكتير لان معهوش كحه لانه افضل وبيقفل الريسبتور وتاثيره بيدوم. يعني حضرتك الاس انهيبيتور الكورس بتاعها بيبقى 80 90 ده بيبتدي ب 220 وانت طالع. الاي ار بي اغلى بكتير من الاس انهيبيتور لان هو بيديك نفس الايفكت على فكره، كان نفس الاستخدامات ونفس الادفانتج وما فيهوش ريفلكس تاكي كاردي، هو هو بس شلنا الحاجه اللي بتضايق العيانين اللي هي حته ايه الكحه، وخلينا الدواء الديورابيليتي بتاعته تبقى اطول، لان حضرتك وانت بتاخد اس انهيبيتور عرضه للانجيوتنسين يتكون ان كان عن طريق الرينين فيدباك او عن طريق الاكسسوري القصوي. طيب فاضل لي بالظبط ربع ساعه هناخد فيها بقيه البازو دايليتور. يا فندم حد يفكرنا كده لما قلنا الاس انهيبيتور لو ما قدرتش اخده كان يتم استبداله بايه؟ رد علينا، لو قلنا الاس انهيبيتور مش قادرين ناخدها كنا بنستبدله بالاي ار بي. طب افرض مش قادر اخد لا اس انهيبيتور ولا اي ار بي ومش عارف اخد ال 100 جنيه مجمده، فاكرين كنت بفكها 50 و50 صح؟ مش كنت بتميز بين الاس انهيبيتور ميكس دايليتور؟ طب انا مش عارف اخد ميكس دايليتور، الست حامل لا سمح الله، الواد عنده هايبو برفيوجن شديد مش عارف اخش الدخله دي، قال لك خلاص خد ارتريولر مع فينيولر حطهم على بعض، يعني نايتريت اللي تم ذكره في الانجينا وهيدرالازين اللي هو الجديد. ايه قصه الهيدرالازين؟ قصه الهيدرالازين الاس انهيبيتور مش عايز اقول لكم لا اقل اهميه عن نايتريت، كل عنوان في الكارديو فاسكولار فيه دواء ستار، شفتوا النايتريت كان عامل ازاي كل عناوينه كانت مهمه. الاس انهيبيتور ما اعتقدش ان في عنوان صعب الا سعيد بعد البريك قلنا هو ليه في المايوكارديال انفكشن حلو. ها ايرلي بيحميني من ايه؟ هو انا بيجي لي سادن ديث ليه؟ من تاكي كارديا واريزمي، وانا بيجي لي اريزمي ليه؟ من الهايبوكاليمي. طب ليه ترقون ممكن قلبي يبوظ ليه؟ عشان في البوستيرون انديوز دي فايبروزس على الجرح اللي موجود. هو ضد الناس دي كلها. برافو عليك. الهيدرالازين ده بتاع الحوامل اظن واضح من الرسمه. وده طبعا تحطوه فاكين دواء خدناه في البلوك الاولاني كان اسمه ميثايل دوبا. فاكين دواء كده كان اسمه الفا ميثايل دوبا كان كل وظيفته في الدنيا انه يعالج الهايبرتنشن بتاع البريجننس. ده نفس الوضع. هو ايه قصه الواد ده؟ لو انت لمح حبتين بص كده الاستخدامات يا فندم. خش على الاستخدامات على طول. يقول لك الواد ده يتعالج بيه الهايبر الاكلامسيا. يوزد ان اكلامسيا ويوزد ان هارت فيلير. وايه الاكلامسيا دي؟ ده ارتفاع ده تسمم حمل، مش تسمم حمل يعني تسمم غذائي. تسمم حمل يعني ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم قبل الولاده. يعني الست اثناء الحمل بتبقى ضغطها منخفض عادي او طبيعي. بس مع زياده هرمونات الحمل بيزيد في جسمها الاستروجين، وانتم عارفين الاستروجين بيبقى مشتق من مشتقات الكورتيزون. وهو ستيرويد. وبالتالي بيبقى شبه الالدوستيرون شويه فيبتدي يخلي جسمها ينفخ. وزنها يزيد وضغطها يعلى. ممكن علو الضغط ده يبقى انترفيرنس مع العمليه، ما انا ما اقدرش اولدك لا طبيعي ولا قيصري، لان ضغط حضرتك 160 على 100. الضغط ده بيبتدي يعلى في اواخر الحمل في الشهر السابع او السادس. فانا لازم انزل الضغط لفتره مؤقته كتير عشان اعرف اولدها. ما هي قيصري هتتعور وطبيعي هتتعور وفي كلتا الحالتين في نزيف. وبالتالي ما اقدرش ادخلها وهي عندها اكلامسيا الا لما اديها دواء فازو ايه سمعوني دايليتور عشان يعمل ايه في ضغط الدم. بس علمونا زمان ان الفازو دايليتور عمره قصير في الضغط. ايوه ما انا مش هاخده غير لفتره مؤقته. مش كنا بنقول زمان الادويه الفازو دايليتور ليه ادويه بتموت بسرعه
واحنا صغيرين كان بيقول لك في نوع من انواع التولرانس نتيجه السولت ريتينشن. فانا ما قلت لكش ان هاخده يعني في الضغط يعني اللي بيقعد العمر كله ده حاجه كده اسبوع ولا حاجه. طيب حد فيكم لاحظ ان في الهايبرتنشن ذكر مع حد في الاكلامسيا مش الاكلامسيا دي هايبرتنشن؟ هل حطيته مع دواء تاني؟ لا. لكن لما نزلت تحت اقرا السطر اللي تحتيه لما نزلت تحته بعالج بيه هارت فيلير هل هيتعالج الهارت فيلير لوحده؟ يقول لك مع نايتريت. فهمتوا حاجه؟ الهارت فيلير مش بكتفي بالافتر لود بس، الهارت فيلير لازم اشيل بري لود رد علينا ها اشيل افتر. اذا خلي بالك في الاكلامسيا يعرف يشيل الليله لوحده. حد فاهمني يا جماعه؟ لسه في الاكلامسيا في الاكلامسيا بيشيل الليله لوحده لان ده قصه هايبرتنشن وانا فازو دايليتور اذا انا لها. بس عشان خاطري ما تاخدنيش كتير لاني هتفضح والتولرانس عيبان عليا وانا مش هاخدك كتير ومش هفضحك. لكن في الهارت فيلير ما تنساش يا هيدرالازين انت جاي بديل للعظيم اللي اسمه ايس انهيبيتور، والعظيم اللي اسمه ايس انهيبيتور انا الشديد القوي اللي خلاني ماخدوش. فحضرتك هتلعب دور واحد بس، هتلعب دراع واحد من دراعاته، فلازم اخدك مع الدراع الثاني اللي هو مين؟ نايتريت. فخلي بال حضرتك ان استخدام هذا الدواء في الاكلامسيا انا بلفت نظر حضرتك انه بيتاخد لوحده، في الهارت فيلير لازم مع نايتريت. كمل مشاكله ايه؟ تولرانس انتوا عارفين، وبيعمل ساعات لوبس لان كلمه الزين دي ماده الهيدرالازين زي ماده الميثايل دوبا. ما تعرفش ايه علاقه ادويه الحمل باللوبس؟ مش كنا بنقول الميثايل دوبا ممكن يعمل اوتو ميون؟ في ارتباط شديد ما بين التغير الهرمونات في جسم السيدات مع فتره الحمل مع الادويه دي. كده كده اللوبس اصلا نسبته في السيدات 4-1 للرجال، وبالتالي في ارتباط شديد مع هرمون الانوثه بالانتي بودي اللي بيطلع ويظهر مرض اللوبس، فدايما يرتبط بالسيدات. بس فاضل المود اوف اكشن. الدواء ده ايه اصلا؟ الدواء ده يقول لك انا بوتاسيوم تشانل اوبنر. الله يكرمك في المنهج طول ما انت بتسمع كلمه بوتاسيوم تشانل اوبنر قول له لا معلش اقلع قناع. يعني ايه يا ابني؟ يا ابني انا بوتاسيوم تشانل اوبنر. قول له لا اقلع اللي انت لابسه. لما تسمع ان الدواء بوتاسيوم تشانل اوبنر تقول له لا اطلع من دول انت كالسيوم تشانل بلوكر. ايه اللي انا بقوله ده؟ هو الدواء لما كان بيطلع بوتاسيوم بيسيب ايه جوه؟ عملنا الحركه دي في الصيازين. هو الدواء لما كان بيطلع بوتاسيوم ما انتوا ناس كبار بقى، لما بطلع بوتاسيوم بسيب ايه جوه؟ بوزيتيف كتير ولا نيجاتيف كتير؟ نيجاتيف كتير يعمل هايبر يمنع دخول بس خلاص. ما ده لعبه الصيازين. هم الصيازين كان يحلم يبقى كده؟ مش السايزايت كنا بنقول الهايبوكاليميا كانت تعمل هايبر جلايسيميا ليه؟ مش كنا بنقول الهايبوكاليميا كانت بتمنع دخول الكالسيوم جوه البنكرياتيك ايلت اوف لانجر هانز فتمنع خروج البيتا سيل انسولين؟ فلو سمحتوا قاعده من القواعد اللي انا مش عارف عددها وصل كام، لما تسمع عندنا القصه دي هتتكرر 4 مرات غير دي، يعني عندي 5 ادويه في السنه دي واخده لقب بوتاسيوم تشانل اوبن. الدواء ده دواء خبيث، هو ما بيقدرش يقفل الكالسيوم بشكل مباشر، يقول لك لا انا هطلع لك البوتاسيوم والخليه هي اللي تقفل. انا خدنا الحصه الماضيه ادويه بتقفل الكالسيوم زي الديبين، الديبين ده دواء بيقفل الكالسيوم بجد، وزي الفيرابامين دي ادويه بتقفل الكالسيوم بجد. لا الدواء ده ما بيحبش يواجه، الدواء ده لابس لك ماسك ومستخبي وراه. اذا حد فاهم حاجه؟ تعامل لو سمحت مع البوتاسيوم تشانل اوبنر اللي في الطب على انها ايه؟ على انها بنفس الكاركتر بتاعه الكالسيوم شابلو بازو دايليتور 100%. ايه اللي بالصفحه؟ اخر دواء عندنا النهارده الصوديوم نيتروبروسيل. حد فاهم حاجه؟ حد يقول لي الادفانتج بتاعه العرب على الايس انهيبيتور. ادفانتج العرب على الايس انهيبيتور رقم 1، بصوا على الرسمه ما تحفظش. لما قفلت ايه؟ لما قفلت الريسبتور اظهرت شغل مين؟ الايد تقول عملت حاجات حلوه. طيب لما قفلت الريسبتور سبت الانزيم يكسر مين؟ لما فيش كحه. لما قفلت الانجيوتنسين 2 انا كده ضمنت ان انا بمنعه واتيفر السورس. صح؟ يعني اسف مش قفلت، قفلت الريسبتور منعت شغله واتيفر السورس.
وكمان لما سبته ما ضايقتش الفيدباك بتاع مين؟ كل عيبه انه ضيع البلد دي كاينين باظوا ضيقتش. الادويه دي بتنتهي بكلمه سرطان فقط لديه. طيب استاذن حضرتك للمره الاخيره، الانجيوتنسين 2 امتى يبقى نعمه بالنسبه لي؟ في ناس اللي كميه الدم اللي واصله لكليتهم قليله. لو انت ماشي على دايوريتك يا ابن الناس وعايز تحط عليه دايليتور ايس انهبيتور، هل ينفع اخش بدايوريتك يعمل لي هايبوفوليميا وانا عندي هايبوفوليميا او مديك ايس انهبيتور في نفس اليوم؟ يقول لك لا، هتجد العيان يجي له فشل كلوي. فشل كلوي على فكره ريفرسبل، يعني مش زي الفشل الكلوي الجامد، دي حاجه كده بنسميها شات داون، حاجه كده بتقفل البول شويه بس الحق. فاكرين عيان المانيتول لو ما غسلتوش اللي عنده هيموليتك ترانسفيوجن رياكشن؟ طيب الصوديوم هايدروكسيد اخر دواء النهارده عشان اسيبكم تروحوا. طبعا انا ما اعرفش هتلاحظوا ان انا باجي الكارديوفاسكولار سيستم قبل الكليه بشويه. الكليه في التوقيت ده كانوا بياخدوا بلاد ليه؟ اذا انت شايف الكارديوفاسكولار سيستم لازم تمتحن عليه كذا مره قبل البلوك. الكليه هتفضل تدي كارديوفاسكولار سيستم لغايه يوم الخميس، وامتحانك هيبقى يوم حد، وبالتالي هتخلص الريزميا هتجي الامتحان بعديه على طول. انا ليه بخلصه بدري في نص البلوك؟ عشان زي ما انت شايف الاسبوع ده في امتحان انجينا، الاسبوع الجاي هيبقى في امتحان انجينا وهارت فيلير، الاسبوع الاخير هيبقى في فاهمين كلام ولا لا؟ عشان حضرتك تذاكره وتفاجئ ان انت مثلا مش فاهم حاجه تيجي تسالني فيه كذا مره، تيجي تقول لي يا دكتور انا مش فاهم دي وتزهق، يعني نزهق بعض، عندنا فتره نزهق فيها بعض. لكن لو خدته اخر حاجه في البلوك انت مش هتروح تذاكر ومش هتكتشف العيوب بتاعته. فسامحوني انا عمري ما بمشي مش زي المحاضرات، انا قاصد البلوك ده بالذات ان انا لازم اخلص السي بي اس بدري بامر الله. يعني هتعرفوا قيمته لما تخلصوا قبل الامتحان باسبوعين، هيبقى عندك وقت حتى اللي ما ذاكرش حاجه يذاكر، هتقدر تراجعه في حته تانية، هتقدر تسمع ريكورد، هتقدر تيجي تسمع مراجعه. فاهمين حاجه؟ طيب ناخد النيتروبروسايد ونقول باي باي. النيتروبروسايد ده كله اتنينات، هو حتى اسمه مكون من صوديوم نيتروبروسايد. كان الدكتور بيقول لي انت عملت زهقنا، اي دواء بيعمل فاز دايتيشن بيعمل فيكس تاكيكارديا، اي دواء بيعمل فاز دايتيشن، انت ليه الكلام ده بيحصل اصلا؟ كنتوا خدتوها في الفسيولوجي بس ما اعتقدش ان انتوا فاكرينها. ليه الفازو دايتيشن؟ كان عندكم حاجه اسمها ستارلينج لو، ما اعرفش تفتكروا. طيب بصوا يا جماعه لو سمحتوا، دي حاجه فيسيولوجيه بحته خلاص، بس عشان الناس سمعنا كلمه دايلاتيشن ريفلكس دي كتير. الفازو دايلاتيشن بيخلي دمك تحت تمام كويس، وبالتالي عندي حاجه هنا يا جماعه اسمها كاروتيد ساينس. الكاروتيد ساينس دي فيها حاجه كده عامله زي الرايت فنتريكل بتعتمد على الاستريتش. عارفين الانترنال كاروتيد في كاروتيد ساينس؟ طول ما هي ستريتشد طول ما هي انهبيتد، طول ما هي ستريتشد طول ما هي انهبيتد. يعني اول ما تعمل ستريتش في الكاروتيد ساينس بتطلع لك انهبيتوري امبلس عن نور ابنفرين، وبالتالي سعادتك وانت نايم فلات بيبقى فيه دم في رقبتك كتير صح، وبالتالي تبقى ستريتشد، وبالتالي منع عن نور ابنفرين، فوانت نايم ضربات قلبك واطيه صح. تيجي توقف يحصل ايه؟ رد على سؤال، لما تيجي توقف يحصل ايه؟ الدم اللي في رقبتك اللي كان عامل استريتش يقع في رجليك، فالاستريتش اللي كانت فيه هيبقى فيه استريتش ولا مفيش استريتش؟ مفيش. فالنيجاتيف امبلس اللي كانت بتطلع منها هتطلع ولا لا؟ فتجد مين يطلع؟ هيبتدي يعمل لك ايه في ضربات القلب؟ الكلام ده مش بس بيحصل لما تتحرك، الكلام ده بيحصل لما تديك دواء بيعمل لك ايه في الدم؟ يرموه لك تحت. اقول تاني، طول ما انت عندك دم في الكاروتيد ردوا علينا، طول ما انت عندك دم في الكاروتيد عامله انهبيشن على مين؟ على النور ابنفرين. لو الكاروتيد دي فست، لو الكاروتيد ساينس دي فست امتى تفست؟ لما تغير البوزيشن او اديك بازو ايه؟ رد عليا، لما اديك بازو دايليتور الانهبيتوري امبلس اللي طالعه منها هتطلع ولا تبطل؟ فمين يتحرك؟ فيعمل لك ايه في القلب؟ عشان كده بنقول اي عيان بيحصل له بازو ايه؟ يحصل له ريفلكس ايه؟ وصلت؟ صوديوم نيتروبروسايد. هو الدواء ده هنقول لك عليه صوديوم نيتروبروسايد. لو سالتك المود اوف اكشن قول لي انظر النيتريت. مع نيترو
فجي نايتريت كان بيمسك في نايتريت ريسبتور يطلع نايتريك اوكسايد يتحول لنيتروسيول يحفز جوانيل سايكليز يزود سايكل شفت انا حافظ ازاي يزود سايكليك جي ام بي يطرد كالسيوم يعمل سموث ماسل ريلاكسيشن ما نجحت قبل طيب معيد يعني بعيد كده تمام انا عجزت انا فالمهم صوديوم نيتروس ماشي يبقى المود اوف اكشن انظر النيتريت ما تقولوش كده في الامتحان ما هو مش هيبقى في الامتحان في نيتريت فساعتك يبقى تعالى على نفسك واكتب ما تقولوش انظر النيتريت طيب ده رقم واحد رقم اتنين الدواء ده هو مكون من حتتين اصله بيشتغل لمده دقيقتين الله ايه دقيقتين ده الدواء ده بنسميه اون اوف يعني عامل زي الكوبس ايه الكلام ده الدواء ده بيأثر على السي ان اس والثايرويد الله الدواء ده بيستخدم في مرضين بالذات الدواء ده على فكره لو شاف الشمس او شاف اضاءه النيون بيطلع سيانيد يا نهار اسود يعني حضرتك الانبوبه اللي انت معلقها دي طبعا هو بيتاخد انفيوجن ده بيعالج الاكيوت هارت فيل لو الميه اللي هنا السائل اللي بيحتوي على الدواء تعرض للاضاءه ماده البروسيد دي بتتحول الى ماده سيانيد يبقى انت سعادتك اللي بيمشي في دراع العيان ده سم بتدخله سم اسمه سم السيانيد عشان كده حضرتك لو دخلت رعايه ولقيت في حاجه متعلقه في انبوبه والحاجه دي مربوطه بورق عارفين الورق بتاع القصدير اللي ماما بتعمل لكم فيه السندوتشات ولا بتعمل لكم فيه مش عارف ايه الحاجه دي بتجد حضرتك عاده بنلف الانبوبه دي بس في بعض الدكاتره بيبقوا مقلقين شويه بيلف الانبوبه وبيلف كمان الخرطوم في ناس بيبقوا كمان مقلقين اكتر يلف الانبوبه والخرطوم ويلف بقى العيان في ناس مقلقين تلاقي بيلف عينه كمان فتلاقي ناس منسمه كده قاعده يبقى اعرف ان الغرفه دي فيها صوديوم نيتروكسيد كلهم لافين والشهر هو ده الدواء اللي بيتغطى بالقصدير عشان نضمن انه ما يحصلوش سايرايد بويزنينج ان السايرايد بويزنينج بيأثر على المخ وبيأثر على الثايرويد فهمتوا حاجه نقرا مع بعض الدواء ده حد فاهمني الدواء ده نايتريت ها مود اوف اكشن ماشي ميكس دايليتور لا 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 ميكس دايليتور ايه ده ده الملك والكتابه بتاع الاس انهيبيتور مش الاس انهيبيتور كان ميكس في الكرونيك اس انهيبيتور بالبق كده وكنت لو عايز حقن اديك انالا بريل ولا انالا بريلات اه ده بقى حقن وامرجنسي يبقى ده بتاع كرونيك هارت فيلر ولا اكيوت اكيوت كمل الواد ده بينفع يا سلام في الاكيوت هارت فيلير بس يا ريت يبقى معاه هايبرتنشن كمان تبقى جبرت يا اصل الدواء ده مؤذي قوي بنحب جدا انبسط قوي من الدواء اللي بيضرب عصفورين بحجر فاكرين كده يقول لك عنده هايبوتنشن ومعاه باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكار عنده هارت فيلير وكليته بايظه فاكرين الادويه اللي كانت بتعالج مرضين في الادرينرجي وبالتالي الدواء ده مستو ايه بقول لك بردك بيعالج حاجتين بيعالج الهارت فيلير اللي معاه سيفير هايبرتنشن لان هو دواء فازو دايليتور وفي نفس الوقت بيشيل بريلود وافتر لود مشكله التوكسيستي بتاعته بيطلع ماده اسمها سيانيد وماده اسمها سايوسيانيد بتخبط لك الثايرويد وبتخبط لك السي ان اس ودي تاني مره نجيب فيها ثايرويد بعد البيتا بلوكر صح ما سمعناش عن الثايرويد كتير في الفارما لغايه دلوقتي طيب الأدوية دي طبعا بتتسبب في ضعف شديد جدا في ضغط الدم مع ريفلكس عالي جدا في الهارت ريت ممكن يوصلك لإسكيمي الله يمسيك بالخير يا نايفيدبين فاكرين نايفيدبين بغباوته مش كنت بقول لكم نايفيدبين بغباوته ممكن يوطلك الضغط يعملك ايه في الهارت ريت واخدين بالكم ان انا حاطط اسهم زيادة هنا عشان اعرفك ان التاكي كارديا عنيفة شوية دواء بالمنظر ده سعادتك ما ينفعش تعلقه كده ليه الدواء ده الهاف لايف بتاعته دقيقتين كويس وبيعالج السيفير هايبرتنشن حلو العيان بمجرد ان هو يحرك دراعه ممكن الميه اللي ماشيه في دراعه تقف الدواء ده بعد مرور دقيقتين من وقوفه هتجد ضغط العيان يحصل له ايه تاني يرتفع تاني اقول تاني الدواء ده ما تعلقوش وتسيب العيان وتمشي الدواء ده تعلقه وتقعد على ايدك مش على ايد العيان تقعد جنب العيان يعني ايه تقعد جنب العيان تطمن ان كل نقطه دخلت لان حضرتك عاده لما العيان بيحرك ايده او بيتقلب ممكن اللي بيتحرك ده الكانيولا تتسد فحضرتك الماده دي لو اتسدت بعد مرور دقيقتين هتنتهي تماما من دمه وفضغط اللي انت ما صدقت تظبطه هتفاجئ انه ابتدى يعلى تاني فلو سمحت النيتروبروسايد لازم له مونيتورنج يعني لازم تبقى قاعد جنب العيان ولازم تغطي الانبوبه زي ما انت شايف اقرا
الادويه دي محتاجه لازم تتحقن سلو اي في بالراحه خالص. انت بتتكلم في دواء بازو دايريتور عنيف ومع فريكوينت مونيتورينج عشان هو ليه فيري شورت هاف لايف، لازم يكون فريش بريبيرد. فاكرين يا اخوانا لما قلنا لكم النيتريت كل 3 شهور لازم تترمي ويتغير؟ هو نيتريت هو زيه، وكمان لازم يتغطى باوبيك فويل، وكمان حضرتك تجنب انك تاخده لفترات طويله لان حضرتك الضغط هينخفض جدا. انت هتفضل تديه لغايه ما ضغطك يحصل له ايه سمعوني يتظبط فقط لك. شكرا جزيلا. اتمنى ان انتوا يعني تبيضوا وشي في امتحان يوم الخميس. امتحان ده مهم على فكره، مهم مش عشان انا عايز اغلس عليك، مهم عشان خدنا حاجات كتير. طب استنوا اقعدوا دقيقه واحده. امتحان الخميس لو سمحت هيكون لان استرويد الانتي انفلاماتوري دراج 15 سؤال، يا ابني اقعد عشان اسمع. هيكون انجينا 10 اسئله، وهيكون رينال 15 سؤال. يعني عندنا 40 ام سي كيو، الحصه هتاخد ساعتين و20 دقيقه، وال40 دقيقه التانيين ان شاء الله هنقفل 3 ساعات بالامتحان. يعني هيبقى بعد الحصه، لان لو عملت قبل الحصه ما حدش هيجي بدري انا عارف. فبالتالي عملناها قبل كده كنت بعملها، وبالتالي خليه بعد الحصه ما تخلص عشان تكون انت بقى مش فاهمين حاجه وتتفقوا. الحصه ما تحرمش على الموضوع 12 و4 يوم الخميس.